بدي اخذ منك كلمه، بعرف قرع الجرس. واستاذ نبيل اذا قدرت كمان، استاذ نعمت بونجور، نحن اشتقنا لك كمان. برايك في جلسه انتخاب رئيس قريبا او رح هلا نمدد لقائد الجيش ونرجع كمان؟ لا، سؤال مهم. اول شيء لازم نضل في ضغط على الموضوع، هذه شغله مهمه كثير. بتصور انه بالعشرين يوم القادمه بنشوف كيف حيترجم هالاتفاق. حضرتك مأمن انه رح يترجم ايجابي؟ هو هذا السؤال كثير كبير. سؤالي بيقول انه في شك بالموضوع، ما بدنا اياه يرجع يتحول لنوع من قواعد اشتباك جديده مثلا. لا، نحن بدنا اياه وقف اطلاق نار وتنفيذ للبنود مثل ما لازم لندخل بزمن جديد، ساعتها بكون في رئيس. وقتها بنروح على رئيس، رح تكون عم بتصوت على اسم ممكن يكون اسمك بيناتهم او لا؟ بلا اكيد. يعني بعدك طارح حالك لرئيس؟ بعدنا. حضرتك طارح شو هالتصريح؟ ما حدا بيطرح حاله. طارح بطلتوا على لبنان الجديد يعني؟ نحن خلص، نحن اتفقنا بالمره الماضيه انه خلص نحن نتوجه نحو اسم جدي ليكون مرشحنا الاساسي لانتخاب الرئيس. هالمره مرشحكم هو نعمت فرنك؟ عندنا نحن مرشحنا هو المرشح التوافقي، نعمت احد هول المرشحين، ونحن بالنسبه لي انا بالشخصي هو المرشح الاول. هيدا تصريح هلا اعلن مباشر انه رشحته نعمت فرنك. نحن مرشحين المرشح التوافقي الذي يصلح ان يكون حكم بين اللبنانيين، هيدا مرشحنا الاساسي، نعمت نطبق فيها الوصفات اكيد. وماذا عن قائد الجيش؟ قائد الجيش كمان هو مرشح كمان جدي، وفي عندك اسماء تانية كمان نحكي فيها، بس انا باكد لك انه رئيس الجمهوريه اصبح قاب قوسين. شكرا. لك اخيرا على السريع، ما دام عم بيرشحوك لرئاسه الجمهوريه، هذا الاتفاق برايك سيتطبق بحذافيره ولا حزب الله معقول يرجع يعترض على الارض؟ بدنا نشوف. واليوم اجتماع، اليوم هاللقاء مهم، غير انه في تمديد للقيادة للجيش وكل القوى المسلحة والعمدة اذا بنقدر، وانا مع هذا الاقتراح انه نمدد حتى للعمدة كلهم، لانه بعتبر هالي خبرة مش لازم نخسرها بالجيش سنة سنتين. حضرتك كمان مع التمديد للعمدة؟ اي نعم، انا مع التمديد للعمدة. رغم من بيقول انه اليوم رح تمنع الاخرين انه يترقوا، اللي بيكون باليوم ممكن يصير برتبة عميد، لانه هذا الموضوع ممكن يخرق بهرميه الجيش اللبناني اللي انشغل عليها. انا بشوفها بغير طريقه، لانه انا بشوفها انه بنبلش بهيدي ونكفي على سن التقاعد بالجيش اللبناني، بعده قديم. وقت كان الانسان يموت على 63 و64 سنه، اليوم الانسان عم يموت على 83 و84. كمرشح رئاسي بدي منك رساله كثير سريعه قبل الدخول الى المجلس النيابي، شو هي رسالتك لحزب الله اليوم؟ انه نتفق ونلتزم بهالاتفاقيه، نطبقها بروحية حلوة، نحن كلنا أخوة، نحن كلنا لبعض. الدولة اللبنانية وخيمة الدولة اللبنانية بتحمي كل أولادها، حزب الله وغيره. نحن ما إلنا ملجأ إلا الشرعية اللبنانية. شكرا لك نائب نعمت فريم. إذا ريتا بيا هذه